تطورات جديدة تشهدها الساحة السياسية في موريتانيا تزامنا مع مؤتمر صحفي عقده تحالف أمل المعارض لتسليط الضوء على ما اعتبره التحالف فشلا ذريعا لسياسات النظام الحاكم في البلاد. تعهد رئيس الجمهورية أنه ليعدل مناخ سياسي هذا خلال مأموريته. من رأيه كان منع الأحزاب السياسية من الترخيص، كانوا يدخل في قضية تهديد الساحة السياسية، من رأيه كان قمع المواطنين كانوا يدخلوا التهدئة السياسية، تعرفوا كانوا يعني المعلمين والأساتذة اللي الله رهون والعقدويين قدام وزارة التعليم العالي، وزارة التكوين المهني، تعرفوا عنهم قمعتهم الشرطة. التطورات الأخيرة جاءت وسط الحديث عن وثيقة سياسية جديدة كانت محور مباحثات بين الرئيس الموريتاني محمد بن الشيخ الغزواني ورئيسي حزبين سياسيين يمثلان المعارضة التقليدية، الشيء الذي يعتبره أنصار النظام الحاكم دليلا على عزمه مواصلة الإصلاحات السياسية في البلاد. البلد يشهد من متولي فخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ القزواني مقاليد السلطة يشهد انفتاح غير مسبوق على جميع القوى وعلى جميع التيارات. لأول مرة يكون رأس النظام يستقبل المعارضين من أقصى الاتجاهات، يستقبلهم في كل في في, في أي وقت. وآخر اللقاءات كان يوم أمس. الحراك الأخير الذي تشهده الساحة السياسية في البلاد يمهد حسب مراقبين لمرحلة جديدة تتشكل خلالها ملامح المشهد السياسي الموريتاني وفق خارطة ترسمها المصالح وتقاطع الإيديولوجيا والقناعات. بين موعدين انتخابيين سابق برلماني ولاحق رئاسي تزداد حركة الأحزاب السياسية الموريتانية بحثاً عن مكاسب جديدة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية. عند حيث قناة الغد نواكشوط.